السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد وصفة جديدة في شيوات السباعي. كنتمناكم تكونوا بخير وعلى خير. تحضير اليوم بالماء فقط، غادي نحضروا الشواء باللحم ديال العيد. دابا ما بقى والو ان شاء الله، العيد الاضحى كنبغيو نديروا الشهيوات. ملي كنقطعوا اللحم كنبغيو نحضروا به الشهيوات، منهم هاد اللحم الشواء اللي غادي ندير. طريقة التحضير سهلة، غادي نحضروه بسهولة وكيجي رائع. دابا غادي تتابعوني في المقادير وطريقه التحضير ديال هذا الشوا، وما تنسونيش بلي لايك، واللي عاد اكتشف القناه يدير معايا اشتراك وفعل الجرس باش يوصلو الجديد. اللي عندي انا هنا ديال اللحم، اللحم على حساب كل واحد والكميه باش بغى يحضر هذا الشوا، غير يكونوا الطرف مجموعين ما يكونوش مقطعين رقاق. عندي هنا الطرف ديال الكتف كما كتشوفوا، وعندي ها هو الكتف، وعندي الطرف مطلعه. دابا ان شاء الله غادي تتابعوني في التحضير ديال هاد الشوا. كما قلت لكم راه ساهل. كيكون عندنا ضياف كنبغيو نوعو في اللحم ديال العيد، في العيد كنعيطو للناس اللي ديالنا، كنبغيو نحضرو اكلات اللي هما مختلفين على العادي، منهم هاد اللحم شوا. وراه ساهل، انا كنقولها لكم ونعاود. اول حاجه غادي نديرو في هاد الطنجره الكوكوط او طنجره الضغط، ولا عندنا شي طنجره نديروه فيها، حتى في الطنجره تيصلح. دابا انا غادي نديروه في الكوكوط. غادي ندير الماء، الماء على حسب القياس ديال اللحم اللي بغينا نحضرو. انا هاد الماء اللي درت كافيني لهداك اللحم اللي، والملحه فقط، ما غادي نديرو لا زيت لا حتى حاجه. هي القياس ديال الملحه، الملحه كما كنقولوا حسب الذوق، هي كتلددو لينا كيجي شويه لذيذ، ومن بعد ملي كيتشوى كنحطو معاها الكمون ونزيدو مليحه اللي بغى يزيد. ها هو كنقادو. هي المده ديال اللحم انا ما غاديش نقول لكم، على حسب كل واحد واللحم اللي عنده شحال كيهز ديال الوقت ديال الطياب، حيت اللحم ما تيكونش مقاد. انا درتو هنا في الطنجره، سديت عليه، غادي نديرو يطيب، ولكن ماشي بزاف، ما غاديش يشد حيت باقي نزيدو طياب اخر. دابا ها هو رديتو كيطيب، هاني دابا حيدتو، ها هو كما كتشوفوا في ديك الماء اللي درت ليه نقش شويه، ولكن راه باقي فيه. دابا غادي نديرو في واحد الطبسيل اللي هو كيدخل الفران، وهاديك المريقه ديالو داك الماء فاش طاب ما غاديش نحيدوه، هو باش كما كتشوفوا فيه محطوط فيه، ولكن ما غاديش غادي نحيد اللحم بوحدو ونخلي الماء. راه ساهل هاد الشوا وكيجي لذيذ، كيجي رائع لا في المنظر ولا في المذاق. كنبغيو نوعو في هاد المناسبات العيد، تيكون اللحم كنقطعو الحولي كنبغيو نوعو فيه بحال هادشي هكا، كيجي زوين وساهل. هو غادي نقادو في هاد الطبسيل، اللحم على حساب الطبسيل اللي غادي نديرو للفران، على حساب الكميه ديال اللحم. كاين اللي يدير الطبق كاع كامل يديرو راه تيجي زوين. انا درت غير هاد الطروفه هادو، ولكن الطياب هو هو، كاين اللحم كتير كقليل. دابا انا قديتو في الطبسيل، هاني درت ديك المريقه هنا في الجبانيه كما شفتو، صفيتها. غادي نبدا نسقي بها هاد اللحم وهو كيطيب في الفران. غادي ندخلو الفران، نشعل عليه الفران وغادي يبدا يطيب، وغادي نقص عليه الفران وكنخليه، وانا كنسقيه بهذيك المريقه ديالو، وانا كنسقيه وانا كنسقيه حتى كنكملها، وراه كيجي مذهب في المنظر ديالو. ها هو اللحم خرجته من الفران كما كتشوفوه، راه كيجي مذهب، وديك المريقه اللي كتهبط لتحت كتجي معسله، ما نقول لكمش كيفاش تجي، راه المذاق ديالو كيجي رائع. ها هو كما كتشوفوا فيه، حطيتو طبق التقديم مع شويه ديال الملح والكمون، وكنتمناكم تجربوه، راه كيجي رائع وساهل. ها هو التحضير ديالو ما قبضش لينا بزاف ديال الوقت، وما فيش كاع شي حاجه اللي هي صعيبه. كنتمناكم تحضروه في هذا العيد، وإلى فيديو مقبل ان شاء الله بالصحه والراحه، مبارك عواشركم.